ولله الحمد نتيجة لاقتراب منخفض جوي ببلادنا، فمجموعة من السحب الممطرة ستهم معظم أرجاء البلاد، خصوصا المناطق الشمالية والوسطى وكذلك حتى الجنوبية، وكذلك يرتقب أن تهم اليوم تساقطات مهمة بمرتفعات الأطلس وكذلك مرتفعات السفوح الجنوبية الشرقية للبلاد. من المرتقب أن تهم تساقطات ثلجية اليوم مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط في المناطق التي يزود علوها عن 1000 متر، خصوصا في مناطق إفران، بني ملاح، خنيفرة، كذلك الحوز ورزازات وبولمان وميدل، تارودان، تشيشاوة، تازة، قرسيف ومصفرو، الحسيمة وتنغير. يوم السبت بحول الله ستستمر الأجواء الماطرة بشمال وشرق البلاد مع بعض الزخات الرعدية معتدلة إلى قوية ستهم شمال أقصى شمال غرب البلاد، في انتظار بحول الله أن تهمنا أمطار من جديد يوم الأحد، ستكون عامة تهم شمال جنوب وسط وكذلك شرق البلاد مع تساقط الثلجية كذلك مرتقبة يوم الأحد ويوم الاثنين بمرتفعات الأطلس الكبير، الأطلس المتوسط، الهضاب العليا لشرق البلاد، بالإضافة إلى الرياح التي ستكون معتدلة إلى قوية خصوصا بالمناطق الشمالية للبلاد، هذا بالإضافة إلى كذلك تساقطات ثلجية بالمرتفعات، فمزيدا من الحيطة والحذر. والتساقطات المطرية والثلجية المسجلة بمختلف مناطق المملكة أنعشت نسبة ملء السدود مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. إقليم ورزازات عرف بدوره ارتفاعا ملحوظا في نسبة المخزون المائي، خاصة بالنسبة لسد المنصور الذهبي وسد السلطان مولاي علي شريف. ارتفاع حقينة السدين سيكون له بلا شك دور كبير في خلق انتعاش على المستوى الفلاحي بعد مواسم اتسمت بندرة المياه. بعد مواسم اتسمت بندرة المياه نتيجة ضعف التساقطات المطرية، سد المنصور الذهبي يسجل ارتفاعا مهما في نسبة الملء مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية. التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة كان لها وقع إيجابي على الحقينة المائية للسد والتي وصلت إلى نسبة 26%. في خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل نحو 8 مليون متر مكعب بالسدين، وهي هذا 8 مليون هي يعني الحاجة الثانوية للمدينة ديال ورزازات فيما يخص الماء الصالح للشرب. الآن إلى حدود اليوم تنتوفر على واحد الحجم إجمالي ديال 196 مليون متر مكعب في السدود بجوج. 8 ملايين متر مكعب فقط خلال 24 ساعة هي الكمية المسجلة بكل من سد يعقوب المنصور وسد السلطان مولاي علي الشريف، أرقام تبرز أهمية الواردة المائية بفعل التساقطات الثلجية الأخيرة. سد السلطان مولاي علي الشريف عرف واحد التطور ملحوظ في المستوى ديالو، حيث يعني انتقلت نسبة ملء السد من 18% إلى نسبة 30%، يعني بزيادة ديال واحد الحجم ديال 33 مليون متر مكعب. يعني هذا المنسوب هذا يعني سيمكن يعني من ضمان يعني تزود مدينة ورزازات والجماعات المجاورة بالماء الصالح للشرب وكذا سقي واحد المساحة ديال. وبعد أن شهدت مختلف السدود المتواجدة بإقليم ورزازات انخفاضا إلى أدنى المستويات، اليوم تحسن كبير عرفته هذه المنشآت المائية سينعكس إيجابا على مستوى المخزون المائي والمياه الباطنية، إضافة إلى الدور الهام في المساهمة في سقي مساحة مزروعة تصل إلى 26,700 هكتار.